Donc, monsieur le secrétaire général, monsieur les présidents des communes, les représentants de la fondation, l'autorité locale, monsieur les sponsors, chers participants, les représentants des clubs, donc au nom de l'association d'Elia, je vous souhaite la bienvenue à la cérémonie de la première édition de la compétition internationale de Delia. الحمد لله غادي نبغي نتعرفوا بغينا العام الجاي يكون عندنا واحد بليس دو دي بيي باش اشاك فوا ننظموا تظاهرات كبر من هادشي دونك من الاحسن نمشيو شويه بشويه هاد الدوره ديالنا كتكوانسيد مع لي جوز اولمبيك وكي تتعرفوا هاد الرياضه حتى هي داخله في لي جوز اولمبيك الحلم ديالنا في هاد ليكول دو فوال هي واحد النهار نشوفوا واحد الدري من الداليه كيلعب لي جوز اولمبيك خسر خدمة خسر خدمة بزاف إن شاء الله ولكن أنا عندي هذا الحلم وغنحققو إن شاء الله باش بيكون عندنا واحد من الدالية غيلعب لي جوز مشارك في بطولة الدالية للشراع واشكر جميع الموجودين وجميع الدائمين الحمد لله احرزت المركز الاول وان شاء الله القادم تكون افضل لجميع الدول وشكرا لكم. مثل ما تشوف اليوم تنظيم ممتاز عندنا 6 دول ومشاركة يعني بطولة دولية على مستوى عالي واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في المستقبل. مسابقة جيدة جدا عندك رياح من 15 ل 20 عقدة عندك تيار بحري عندك يعني انت انسان اذا لاعب محترف لازم تخوض المكان هذا عشان تفوز في السباق. اهدي الفوز لدولة الامارات واهدي هذا الفوز للشعب المغربي هو الدولة الثانية بالنسبة للاماراتيين المغرب هي دولة عظيمة جدا وجميلة ودوم نحن نشارك فيها ولنا الشرف ان نكون موجودين في هذه الدولة. فزت بالمرتبة الأولى كلاسمون في صنف الإيل كاسيس كانوا لي كونديسيون قاصحين شي شويه كان الريح ولكن الحمد لله تمكنا من بخومي بلاس وان شاء الله يكونوا زعما لي كلاسمون ديما مزيانين بحال هاد لا كومبيتيسيون. كنهدي هاد الفوز للكوتش ديالي علي عيشي اللي هو اللي مكننا يكون عندنا هاد لي تكنيك وكلشي. حصلت على الجائزه ديال الاولاني في الصنف 4.7 في الدالية او كنشكروا الكلوب على كل شيء وكنشكر على ترينادور زكريا والفردوسي واسماعيل كنشكروا كل شيء واسماعيل وسي حامد كنشكروا الكلوب كامل دازت مزيان واخا كانت الرياح قويه واخا داك تغلبنا عليها ودينا المركز الاول ايوا صافي انا ديال الوالده اللي شجعتني وكان ديال الوالد ومسي حامد لي لا تعني احسن باطو باش نتكلاصا به.
نظمت جمعية الدالية بطولة دولية في رياضة الشراع في صنف الأوبتيميست الكاسيس الكاكات. هاد اليوم كان ختام لا ريغاد دات 3 جوغ 8 جولات، كان الريح في الموعد تيار، لي بارتيسيبون كانوا تري كونطون فرحانين استافدوا بزاف. كنشكر كاع اللي ساعدنا لي سبونسور ولا فونداسيون طونجيميد اللي هاد ليكول كتخدم غراس لا فونداسيون بارتناريا معها الجامعه الملكيه لي زوتر كلوب اللي عاونونا لي زوتوريتي لوكال. وكنتمناو السنه القادمه تكون تظاهره عاوتاني دوليه ويكونوا عدد الدول اللي جاوا يشاركوا اكثر. جاوا هذا العام اسبانيا فرنسا ايطاليا والامارات، نتمناو يكونوا دول اخرى يجيو يشاركوا معنا في هذه البطوله. المشاركين كانوا تعداو 100 مشارك ما بين الصغار والكبار، الصغار تحت 15 سنه. وكان معنا لي كلوب ماروكان، كان 9 نوادي من لي كلوب ماروكان.